قال ربنا: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأنهم قد ناموا وأعينهم مفتوحة، ناموا وأعينهم مفتوحة، فيراهم الرائي. ألقى الله جل وعلا عليهم الهيبة، لا يستطيع أن يملك قواه وهو ينظر إليهم. وترش، قال ربنا جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد كانت العرب تزعم في كلامها أن الجن تهابوا الذئب، ويقولون إن الذئب ينام بإحدى عينيه ويبقي الأخرى مفتوحة. قال قائلهم: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. وهذا يثير الرعب في النفوس، فالله جل وعلا كتب لهم أن يكونوا نائمين رقود، لكن أعينهم مفتوحة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهم، فالرب تبارك وتعالى يقلب أجسادهم حتى لا تأكلهم الأرض، وهذا من فضل الله عليهم استنادا إلى ما قدموه في الأصل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ذلك من آيات الله، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. على مقدمة الكهف قد نام معهم. لو اطلعت عليهم، والخطاب إلى غير معين، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ألا ينبغي أن يقال في غير القرآن: لملئت منهم رعبا ووليت منهم فرارا؟ لكن الرائي إذا رآهم لا يكاد الرعب يدب إليه إلا وقد سبقته قدماه ففرت به عنهم. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.